مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير حبيباتي. اليوم زي ما وعدتكم راح نعمل صابون لتبييض الوجه والجسم بالكامل. هاي الصابونة من اقول انا تبييض، يعني مو معناتها خلاص راح تبيض الجسم من مرة واحدة، وهاي بس هذه يعني زي خلني نعتبرها زي الماسك، يعني مع الاستمرار. مع الاستمرار صابونة كتير حلوة وكتير مفيدة، راح تشد البشرة، راح تبعد السيلولايت، كتير كويسة للمناطق الحساسة، كتير كويسة للجسم كله بالكامل حتى للوجه. تقدرون تستعملوها الكامل الجسم، يعني من الوجه وإلى الجسم بالكامل. الوصفة كتير سهلة وكتير بسيطة وكتير منيحة، توحد لون البشرة، كتير كويسة للمناطق الحساسة كمان. حبايبي زي ما انتو شايفين انا هون ماخذة صابونة، راح تاخذون اي نوع صابون، اي نوع صابون عندكم بالدار، حتى لو كان. انا حاعلمكم شغلة دائما بالحمام، يعني بخلي صابونة واحدة من تبقى صغيرة، مثلا نقول هذا الحجم، اشيلها اضبها، طيب اضبها بعلبة وهن هيك صغار صغار، اضبهن بعلبة. بعديها شو بسوي؟ بعديها جمعوا لكم فد اربع، حتى لو كان الصابون يعني مو كله من نوع واحد مو مشكلة. بعديها تبرشيه طيب وتستعمليه باي طريقة تستعمليها كصابون، كتير منيحة. حتى تقدرون أعلمكم إن شاء الله فيما بعد تسوون من عندها، يعني شلون نقول، صابون جلي، صابون غسيل الملابس إذا بدكم، يعني البياضات كمان مو مشكلة. هسه احنا موضوعنا بموضوع الصابون تبعت الجسم والبشرة. هذا الصابون تقدرون تسووه حبايبي زي ما هيك، أنا هسه عملته سائل وتقدرون تسووه جامد. يعني بالحالتين كيف يصير سائل؟ تزيدين كمية المي شوية، وإذا بدك إياه جامد تقللي كمية المي. يعني الصابونة الوحدة تحطين كوباية مي بقد هذه، هذه الكوبايات اللي بيعوها بالمحلات والهاي بقد هذه، تحطون كوباية المي. طيب يعني صابونة وحدة تبرشوها مع كوباية وحدة مي، إذا بدك إياها تجمد معاكي ثاني يوم ما راح تطول، يومين وراح تجمد معاكي. طيب انا هون اخذت صابونه وبرشتها وضفت لها ماء طيب وخليتها بحمام مائي. شو ضفت لها حبايبي؟ ضفتها بعد ما شفتها ساحه، ضفت لها زبد البحر. زبد البحر ضفت لها تقريبا بقد هذه، طلعوا بقد هذه بالضبط، يعني لو طحنتوها تصير ملعقتين يعني مو اكثر. طيب اطحنيها كتير كويس، واذا ما عندك مطحنة وما بدك تخربين مطحنتك، انا صراحة طحنتها يعني شو نقول بالشاكوش هيك، حطيتها بكيس ودقيته وخليته ينعم. بعدي حبايبي من شفت الصابون بده يصير سائل طحنته ناعم، وخليت لكم شوية عشان تشوفوه انا كيف طحنت. هيك طحنته ناعم، وشو سويت له؟ اخلطته مع الصابون، مع الصابون اخلطته وخليته بالحمام مائي وهو هيك عشان كله يتفاعل مع الصابون زي ما انتم شايفين. زين يمكن انتم ما بعرف ده تلاحظون لو لا، في حبيبات كثير صغيرة عندي. انا هون كانت عندي صابونة باللافندر، طيب زدتها مو مشكلة، يعني انا عشان بس اوضح لكم الشسمة مو مشكلة، يعني حتى اذا حبيتوا تقدرون تخلون قليل من اللافندر، حبوب اللافندر، يعني شلون نقول العفو، من يعني اللافندر الناشف تقدرون شوية تزيدون معه اذا حبيتوا، هو بس يعطي انتعاش كمان كتير حلو للبشرة. انا هون على فكرة مزيدة كمية المي، لاني صراحة انا بحب السائل كثير للجسم، لانه بيكون بسرعة، يعني اخذ هيك ملعقة بقد هذه بقدر اخليها على ايدي وابريها على جسمي بالكامل، احب اسوي تدليك فيه. فانا يعني يا ريت لو سووا هيك سائل وتحطوه بعلبة قزاز وما راح يخرب، حتى لو ظل عندكم شهرين وثلاث ما راح يخرب ابدا. هون
حبايبي شو كمان سويت؟ اخذت تقريبا يعني نقول 4 حبات من الوداع. الوداع قبل فترة طلعت لكم انا فيديو عليه وورجيتكم هذا الوداع. طيب كثير بنات حكوا لي شو هو الوداع، خاصة اهل العراق اهل بلد العزيز. موجود حبايبي عند العطار، وهو الوداع يستخرج من البحر حبايبي، وموجود عند العطار وكثير رخيص. يعني انا ما بعرف بالفلوس العراقية، بس هون بعمان اخذت بدينار، يعني كثير مو قليل صراحة. تاخذون 4 حبات عشان يسهل عليكم، كمان اطحنوه يعني دقوه بالشاكوش وبعدين اغمروه تقريبا بنص حبة ليمون. يعني بعد ما تطحنوه انتو حطوا له نص حبة ليمون، اعصر عليه نص حبة ليمون وسيبوه 2-3 يوم بالليمون قبل ما تسوون الصابون. بعد انا هون معلش شايفين انتو هيهن بتشوفون بعدهن، المفروض اطحنهن بس مو مشكلة. طيب حبايبي المفروض اطحنها، بس انا ان شاء الله ذني رح ارجع اغمرهم بالليمون واسويهم. بس انتو حبايبي لا تسوون، اطلعوا هذه الحبة ذابت، يعني هاي بقايا من الحبة شوفوا. حاولوا حبايبي سووه بال يعني اطحنوه ناعم وعشان يسهل عليكم، ما بيطول زي ما طول عندي. زين مع نصف ليمونة شو راح تسووا؟ تخلوه كمان معه، حتى تقدروا تزيدوا الكمية مو مشكلة، يعني تزيدوا بدل مثلا ما نقول حاطين شو نقول 3 حبات 4 حبات، زيدوا 6 حبات مو مشكلة. هاي الوصفة حبايبي، هذا ما راح ارميه عشان اورجيكم اياه، راح اخلي معاه كمان اطحنلش كم وحدة ومع ليمون واسيبه بالطحن، افضل لكم ويصير اسرع لكم. طيب يا ريت تسوون كمية يعني من الوداع، يعني افضل انا تسوون 6 حبات خاصة للخوات اللي عندها كتير بجسمها سواد وبدها تسوي بياض جسمها كتير كويس، كتير منيحة هاي الوصفة للجسم، خاصة حتى للخوات اللي عندهم كلف يقدرون يستعملوها هذه صابونة الهم للكلف كمان. في كتير خوات حكوا لي عندهم بجسمهم، يعني في اخت راسلتني قالت لي انا بيضة بس وجهي اسمر، تقدرين حبيبتي هاي الصابونة تستعمليها البشرة وجهك كتير كويسة. انا زي ما قلت لكم سويته بدي اياه هيك يظل عندي سائل، بحطه تحتفظوا فيه بعلبة قزاز وتخلوه بالحمام عادي، يعني مو بالثلاجة، بالحمام تسيبوه مو مشكلة. اذا حبيتوا تسووا صابون عادي شو راح تسوون انتو؟ انا بس اورجيكم الطريقة. تجيبون علبة زيك بس هذا البلاستيك، طيب تقدرون تحطوه هيك، طيب خلوها يعني بحيث، بس يا ريت شويه البلاستيك مو مشكله، هذا ورق لانه حيلزق. طيب تغمروها هيك يعني كلها تخلوه هيك، طيب وتسيبوها عندكم على الشباك، تتركوها حتى مو على الثلاجه. اذا سويتوا صابونه كامله مع كوبايه مي قد هذه، تسيبوها هيك على الشباك وتتفللوا يعني تخلوه فل مو مشكله. بعديها بس تعملوا لها هيك راح تطلع الصابونة، وانتو تقصقصوها مثل ما بدكم، على مثل يعني انتو شلون نقول القياس اللي انتو بدكم اياه، ما راح يأثر. انا بس حبيت اورجيكم عشان تشوفوا الطريقة. راح تغسلوا فيها زي ما بدكم 2-3 و4 ما مو مشكلة. اللي حابة حبايبي، انا بعد الفيديو صراحة نسيت اخلي يعني اخلي هون، اللي حابة حبايبي تقدر تخلي عندي الوصفة مال الزيت تبع زبد البحر، تقدروا تحطون زبد البحر، زيت زبد البحر اللي حابة حبايبي، اللي بتحب تحط زبد البحر تقدر، اللي تقدر اللي شلون نقول حابة كمان تزيد الليمون تقدر تزيد الليمون مو مشكلة، الليمون كتير حلو للبشرة حبايبي. في كتير من الخوات قالوا لي احنا نتحسس من الليمون مباشرة على الوجه، خاصة من طلعت الوصفة تبعت الوداع، تقدرين تسويها هيك بتخف وبتغسلين فيها الوجه. طيب وكتير حلوة هاي، اللي حابة كمان حبايبي اللي بدها، بس اللي بدها تسويه يعني شلون نقول جامد، اللي حابة تسويه جامد مو هيك سائل، سائل لا لا تخلون هاي الشغلة، بس اللي حابة تسويه جامد يعني قوالب صابون سويها قوالب،
تقدرون تحطون ملعقة نشا معاه كمان كتير كويسة، بس أنا لأني حابته هيك سائل فما بدي أحط النشا، عشان إذا ظل عندي هذا يعني قديش ما تخلوه شهر شهرين ثلاثة ما بيخرب، بس إذا حطينا النشا احتمال حبايبي تطلع فيه ريحة ما حلوة، فأنا اللي بفضله حبايبي اللي تسويه هيك ما بتضيف له نشا. اللي بدها تسوي قوالب تقدر تضيف للنشا، مو مشكلة أبدا، ما في أي مشكلة. هاي الوصفة أتمنى من عندكم حبايبي إنكم تجربوها وتنال إعجابكم، وكمان أتمنى من عندكم حبايبي إنكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلون الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد، ومع السلامة.